علي دين قديم وهو صيام أيام أفطرتها في رمضان كنت فيها مريضة وحامل وأتعذر كثيرا من القيام ولم أستطع صيامها من قبل 20 سنة حتى الآن مع العلم أنني كنت أصوم وقتها أيام رمضان أما الأيام المباحة لي بالإفطار فلم أشددها حتى الآن وليس عندي نقود بإخراج كفارة فماذا أفعل هل أصوم أم ماذا جزاكم الله خيرا القضاء متعين على من أفطر لعذر شرعي أو أفطر لغير عذر القضاء متعين لأن شهر رمضان يجب صيامه على كل مسلم مكلف قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل قوله تعالى ومن شهد منكم الشهر فليصم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة إذا أفطر من رمضان وجب عليه القضاء قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى ويجب المبادرة بالقضاء قبل أن يحل عليه رمضان الآخر إذا لم يبقى بينه وبين رمضان الموالي إلا قدر الأيام التي في ذمته فإنه يجب عليه حينئذ القضاء إلا لعذر شرعي وما ذكرته السائلة من أنها أخرت القضاء لأنها لم تستطع القضاء إذا كان كما ذكرت وأنها في كل هذه الفترة التي مرت عليها لم تستطع القضاء فإنه يجب عليها القضاء ولو تأخر مهما استطاعت فإنها تقضي والكفارة ليس عليها كفارة ما دامت أنها أخرته لعذر ولم تستطع القضاء بين الرمضانين كل ما مر عليها سنة لم تستطع القضاء بين الرمضانين إلى أن بلغت هذا الحد فالقضاء واجب في ذمتها وليس عليها كفارة نظرا لأن تأخيرها بالقضاء لعذر لم تستطع معه القضاء إلا إذا كان مر عليها فترة بين الرمضانين تستطيع القضاء لكنها تكاسلت أو غفلت فإنه يجب عليها أمران يجب عليها القضاء ويجب عليها إطعام مسكين عن كل يوم مقدار 1.5 كيلو من الطعام المقتات في البلد عن كل يوم مع القضاء إذا كانت في الحال لا تقدر على الإطعام إلا تقضي ويبقى الإطعام في ذمتها إلا أن تقدر عليه بارك الله فيكم ألاحظ الشيخ صالح في آخر الرسالة أنها قد أحصت الأيام التي أفطرتها فوجدتها 40 يوما أحد من توجيه آخر جزاكم الله خيرا لا يجب عليها القضاء تصوم 40 يوما ولكن لا يجب عليها أن تصومها متتابعة أن تقضي منها إلى أن تنتهي ولا تفرقات جزاكم الله خيرا.